ضيفي عبر سكايب ايضا من العاصمه الاردنيه عمان الدكتور فاضل الزعبي، خبير طوارئ في منظمه الفاو. ونرحب بك معنا الى هذه الحلقه من اكثر من عنوان. دكتور، الاحتباس الحراري يوما عن يوم يتوضح مدى خطره على كوكب الارض. ما اخر ما بحثت فيه منظمه الفاو في هذا الملف؟ منظمه الاغذيه والزراعه للامم المتحده الفاو تقوم بدورها في عده اصعده في مجال المياه. اولا على صعيد درء الاخطار ودرء المخاطر وبالذات الغابات، هنالك تم انشاء اليوم في الفاو مرفق الغابات العالمي. مرفق الغابات العالمي سوف يقوم بالاهتمام بالغابات من ناحيه حمايه النظم البيئيه اللي فيها، الاهتمام بسكان هذه المناطق المرتفعه اللي تقريبا يعاني واحد من كل ثلاثه منهم من مساله الجوع وانعدام الامن الغذائي، وهذا يجب ان يتم حتى تكون للغابات دورها الفعال في امتصاص صدمات التغيرات المناخية. بدي أرجع لنقطة أخرى مهمة جدا تقوم بها الفاو، هي على صعيد المياه. ومن أحد الأخطار التي سوف تنتج عن الاحتباس الحراري هي المياه وشحتها واكتساح الجفاف لمناطق عديدة، وهذا يؤثر بحال مباشر وسريع على كمية الإنتاج الزراعي في العالم وتوفر الطعام لسكان هذا الكوكب، طعام والألياف وغيرها. لذلك الإدارة السليمة للمياه، اسمحي لي بس أربط هذه النقطتين لأن أنت بسؤالك اضطرتيني أجاوب من النتيجة. هذه نقاط ناتجة عن الاحتباس الحراري، التغيرات المناخية، تدهور التربة، تدهور المياه، التدهور في التنوع البيئي سواء في المحيطات او في الغابات اللي بتشتمل على 80% من الاحياء والانواع البيئيه سواء في المحيطات او البحار. هذا كله ناتج عن الاحتباس الحراري، والاحتباس الحراري يجب ان يتم السيطره عليه. سابقا من 92 لغايه الان دابت منظمات الامم المتحده على ان تقوم بمشاريع تهم او تساعد على التكيف مع التغيرات المناخيه وكيفيه درء اخطارها، سواء الاخطار حتى الكوارث، سواء كانت الفيضانات او غيرها والعواصف والاعاصير وغيرها. لكن في اتفاق يوم الارض او اتفاق باريس اللي وقع اليوم الامس بيوم الارض، في اختلاف، لانه اصبح في وسيله مهمه لتحديد ماذا يحدث. كانت تتحدث الامور عن امور خلينا نسميها عامه، الان اصبح في اليه لتحديد ماذا يحدث، كمية الغازات المنبعثة، المليارات من الأطنان اللي عمالة تنبعث. دولة مثل أمريكا لوحدها ينبعث منها مليار طن من غاز ثاني أكسيد الكربون، نعم، مشتقات الكلور والكربون وغيرها. طيب. إذا إحنا الآن أمام خطوة متطورة عما كان يتم سابقا. دكتور، أنت تحدثت في مستهل حديثك عن تأثير هذا التغير المناخي، تأثير الاحتباس الحراري على الأمن المائي والأمن الغذائي، العنصرين المهمين جدا للبشرية، وهذا التأثير سيكون له كوارث كبيرة على البشرية. هل من إحصاءات من خلال دراسات الفاو عن ربما عدد نسب الجوعة المتوقعة من هذا التأثير في السنوات القادمة؟ يعني أنا ان شاء الله ما نكون دائما نذر شؤم ونقعد نتوقع في الارقام اللي ممكن تكون متشائمه جدا، لكن اسمحي لي ابين بانه تاثيرات التغيرات المناخيه 90% منها سوف يكون على البلدان الناميه، وتحديدا احنا كمنطقه عربيه راح نكون جزء منها. لذلك دور الفاو يشتمل على عامل كبير في التغيرات المناخيه، ونخص بالتحديد تغيرات تدهور التربة وتوفر المياه حتى نستطيع أن نتلافى ازدياد أعداد الجوعة نتيجة التغيرات المناخية. طيب، دول النامية ربما هي من تدفع دائما ربما أكبر حصة في الكوارث أو في إدارة أيضا الكوارث. يعني الفاو من خلال الخطط الموضوعة، من خلال ربما خطط طوارئ أيضا، كيف يمكن تلافي ذلك، المساعدة ربما على التقليل من حدوث كوارث في الدول النامية جراء هذا التغير؟ وإحنا حاليا نعمل، وحتى قبل توقيع هذا الاتفاق ضمن مرفق البيئة العالمي، صندوق البيئة العالمي جيف، نعمل مع وزارات البيئة في الدول
اللي موجودين فيها. على سبيل المثال أنا كرئيس بعثة لمنظمة الأغذية في العراق عندنا مشروع بالتشارك مع برنامج التحديد المائي ووزارة البيئة ب 7.5 مليون دولار لدرء المخاطر وإعداد استراتيجيات تساعد، يعني خطط طوارئ تساعد المجتمع والحكومات على القيام بدورها في حال وجود أي من آثار التغيرات المناخية. ابقى معي دكتور فاضل، سأعود إليك بعد قليل، خبير طوارئ طبعا في منظمة الفاو. ومشاهدينا ابقوا معنا أيضا، فاصل قصير ونعود مع هذه الحلقة من أكثر من عنوان. اهلا بكم من جديد مشاهدينا، وارحب من جديد بضيفي عبر سكايب مباشره من عمان الدكتور فاضل الزعبي، خبير طوارئ في منظمه الفاو. اذا مشاهدينا، دول العالم احتفت بيوم الارض العالمي الذي صادف 22 من شهر ابريل تحت الشعار الاشجار من اجل الارض، ذلك تزامنا مع مراسم توقيع اتفاق باريس لتغير المناخ. وجهت الامم المتحده دعوه لزراعه نحو 8 مليارات شجره خلال الأعوام الخمسة المقبلة، حيث يفقد كوكب الأرض أكثر من 15 مليار شجرة كل عام، أي 56 فدانا من الغابات كل دقيقة. قالت المنظمة في بيانها بمناسبة يوم الأرض لعام 2016 إن الأشجار تساعد على مكافحة تغير المناخ، فهي تمتص ثاني أكسيد الكربون الفائض والضار من الجو، موضحة أن مساحة هكتار من الأشجار المزروعة تمتص النسبة نفسها من ثاني أكسيد الكربون التي تنتجها قيادة مركبة عادية لمسافة 26 ألف ميل، كما أنها تساعد على التصدي لفقدان أنواع من الكائنات الحية. ضيفي عبر سكايب مباشرة من عمان الدكتور فاضل، إذا العالم بمناسبة يوم الأرض العالمي يدعو إلى زراعة 7 مليارات و800 مليون شجرة كخطط ربما لمواجهة هذا الاحتباس الحراري. تعليقك على ذلك، ماذا أهمية وجود المساحة الخضراء ربما الأشجار أيضا في الوقوف في وجه الاحتباس الحراري والمساعدة في تغير المناخ؟ حتما، زي ما ذكرتي تماما، هو الاحتباس الحراري ناتج عن انبعاث الغازات وبالتحديد ثاني اكسيد الكربون، والغابات لها دور مهم جدا في التقليل من هذه وامتصاص ثاني اكسيد الكربون ضمن عمليه التمثيل الكلوروفيلي. لذلك وجود المساحات الخضراء ضروريه جدا للابقاء على درجه حراره واطيه في المناطق المرتفعه. احنا بنعرف تماما انه الكره الارضيه بالضبط 22% منها جبال، 13% فقط من سكان العالم يسكنوها. هذه الجبال هي الموجودة فيها الغابات. لذلك يجب الاهتمام بتوسيع هذه الرقعة، بتوسيعها من خلال ليس فقط الدعوة إلى زراعة مساحات جديدة، نعم أكيد زراعة مساحات جديدة، لكن كما حددها مرفق الغابات العالمي اللي أنشأته منظمة الفاو حديثا، تنمية السوق المحلي لسكان هذه المناطق، التكيف مع التغيرات المناخية ليس فقط درء مخاطرها وإنما محاولة التكيف معها، المحافظة على الموارد الطبيعية الموجودة في تلك المناطق، تطوير سلسلة الإنتاج للمنتوجات الصديقة للبيئة، وكذلك إتاحة التمويل للمشاريع الصغيرة وخصوصا الأكثر ضعفا في هذه المجتمعات. هذه كلها العوامل تساهم مع وضع خطة طوارئ لمواجهة أي مفاجآت من ضمن التغيرات المناخية، هذه كلها تساهم في زيادة المساحات الخضراء وتجعلها جذابة للاستثمار وتجعلها تنمو ضمن أهداف التنمية المستدامة اللي حددتها الأمم المتحدة في شهر نوفمبر الفائت. في هذا الصدد دكتور، المسؤولية الملقاة على الحكومات على الشعوب للالتزام حتى ربما بهذه الخطط الطارئة التي يتم وضعها. يعني خلي أنا أكون واضح، أنا الالتزام الأساسي يجب أن يكون من الدول الصناعية الكبرى، من الدول التي تطلق غازات وكميات هائلة ومليارات الأطنان. الالتزام يجب أن يأتي فيها بالتقليل أولا، وتم التزامها وهي كلها التزمت بأن توجد وتوفر التمويل اللازم للدول الأخرى، الدول النامية التي لا تستطيع إمكانياتها من زيادة مساحات الغابات ومن إيجاد
موارد أو إدارة مائية سليمة، نعم ومن إعداد خطط طوارئ وغيرها. لذلك هو جانب ذو حدين، يبدأ بالتزام الدول الصناعية الكبرى طيب في التخفيف وتوفير الموارد طيب اللازمة. دكتور فاضل، سؤال أخير. حضرتك في مسهل جوابك قلت في جواب سابق بأنه لا تريد أن تكون متشائم بأرقام وأعداد الجوعة، يعني من خلال إذا ما أثرت هذه الكارثة أكثر على البشرية، لكن من خلال ربما إذا ما تفاءلنا ونعطي بصيص أمل للمشاهدين، كيف يمكن الحؤول دون وجود عجز في الأمن الغذائي والأمن المائي مستقبلا باختصار؟ باختصار شديد جدا، الالتزام 100% من كل الدول بهذا الاتفاق التاريخي أولا، والالتزام بأهداف التنمية الاستراتيجية الأخرى والتي حددتها الأمم المتحدة 17 هدف استراتيجي، والعمل عليها ليس فقط من الحكومات وإنما أيضا من منظمات المجتمع المحلي والجامعات والمنظمات الأهلية، نعم حتما راح يخلي الرقم متدني جدا، بل على العكس ممكن أن نعم نشهد قفزة في القضاء على الجوع في العالم. شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة. معنا الدكتور فاضل الزعبي خبير الطوارئ في منظمة فاو، كنت معنا عبر سكايب مباشرة من العاصمة الأردنية عمان، شكرا لك. يحذر علماء المناخ حاليا من أن تأثير ظاهرة الاحتباس الحراري العالمية قد تكون أكثر خطورة مما كنا نظن في السابق. هؤلاء العلماء يحذرون بالفعل من وقوع عاصفة قاتلة وارتفاع مستوى البحار والمحيطات إلى حد كبير، ما قد يؤدي إلى ذوبان كميات كبيرة جدا من الجليد في القطبين خلال وقت أقل مما كان العلماء يعتقدون. حلقة الليلة مشاهدينا من أكثر من عنوان انتهت عنوانها كان ظاهرة الاحتباس الحراري خطر يهدد العالم، هل اتفاق باريس سيكون الحل؟ إلى لقاء جديد وعنوان جديد، أطيب تحيات لكم مني من المعدة جمانة بيشان وجميع أفراد فريق العمل، ونلقى دائما مع برامج تلفزيون الآن. تصبحون على خير.